العازف المصري محمود سرور أحد أهم عازفي الكمان في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة. يملك أنامل سحرية يجعل من الآلة التي يعزف عليها وكأنها صوت بشري يغني. له حضور مختلف ومميز من خلال مشاركته مع أهم الأسماء الفنية العربية كفنان العرب محمد عبده وراشد الماجد أيضا وعبد المجيد عبد الله ورابح صقر وماجد مهندس وغيرهم من الفنانين. هو حاصل على جائزة أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصرية عام 96 وأسس معهدا لتعليم الموسيقى في السعودية. ضيفنا اليوم في فقرتنا الفنية الموسيقار وعازف الكمان محمود سرور. رياض ينضم إلينا الموسيقار محمود سرور. أهلا بك، سعد صباحك، نورنا في صباح العربية، شكرا على تواجدك معنا. صباح الفل. أهلا بك والنور والسرور. أهلا بك، نورك. سعيد بوجودي معكم النهاردة. طيب بداية حدثنا عن سر هذه النجومية الكبيرة اللي تحظى فيها، شو سرها؟ والله ما في يعني ما فيش اسرار، هو فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما تقدرش تقولي في اسباب للنجوميه. وقت ما ربنا سبحانه وتعالى بيريد بتحصل من لقطه، من مشهد، من قطعه موسيقيه، من اي شيء. هو التواصل مع الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوصلك للناس. محبه الناس دي بتكون من عند ربنا سبحانه وتعالى، صعب انك تكسبيها بالقصد، ولكن انت بتكسبيها بعطاء رباني ليس اكثر. يعني يعني هذا كمان من حي تواضعك يا محمود، بس أنت كمان أنشأت معهد للموسيقى في العاصمة السعودية الرياض، كيف فكرت فيه وماذا بتقدمه في هذا المعهد؟ مزبوط. بصي، أنا لما جيت فكرت أعمل المعهد ده فكرت باختصار أن الموضوع يكون خدمي. يعني حبيت أن أخدم الناس اللي حبتني والناس اللي قربت مني والناس اللي عملتني كأني منهم. حسيت أنهم لما حبوا الكمانجة، ثقافة الكمانجة ما كانتش موجودة قبل كده. كان الأول ثقافة العود في المملكة العربية السعودية بشكل عام، كان ثقافة العود كله كان يحب العود ويحب الإيقاعات وكلام ده. الكمانجة ما كانتش في الخريطة. لما الناس حبت الكمانجة بالشكل اللي أنا قدمته وبدأوا يفكروا إزاي يعزفوها، خطر في بالي على طول فكرة أن أنا أعمل معهد كان في البداية لتعليم الكمانجة، عشان أعلم الناس الكمانجة إزاي يعزفوا كمانجة، إزاي يحاولوا أمنية اللي هم بيفكروا فيها يعزفوا زي سرور، أو يشوفوا محمود سرور ده بيعمل إيه ويعملوا زيه، يعزفوا أنت مالك هي المقطوعة الأشهر اللي أنا اتشهرت بيها في المملكة العربية السعودية. فخطر في بالي إن أنا أعمل معهد لتعليم الكمان، وكمان فكرت في إن أنا أعمل مكون لفرقة دار أوبرا، فرقة دار أوبرا تكون سعودية بالكامل، كل عناصرها سعوديين، المايسترو والعازفين وكل أفراد الفرقة يكونوا سعوديين بالكامل. كان بالنسبة لي حلم، يعني هو أنا شغال فيه لسه وبشتغل عليه، إنما إن شاء الله يتحقق. طيب فينا نسمع شيء منك تتحفنا بشغلة بصباح العربية؟ تحب تسمعي إيه؟ كل شيء منك حلو، تفضل محمود. أسمعك حاجة حاجة مصرية ولا حاجة؟ شو رأيك تسمعنا يا محمود من أغنية شبيه الريح؟ يعني بما أنه أنت مرة في إحدى حفلاتك يعني محمد عبده كان نسي شوي الكلمات، أنت طلعت وحكيت لنا المعزوفة، هل كان ارتجال ولا كان مرتب له؟ والله أقول لك على حاجة، هو الموضوع باختصار أن كل العازفين الموجودين ورا الفنان خلف الفنان، أي عازف موجود لازم يكون يقظ وصاحي للي بيحصل، لأن المسرح مليان بالمفاجآت. العازف المحترف لازم يكون شايف إيه اللي بيحصل قدامه في المسرح. فأنا طبعا خلف الأستاذ محمد عبده عيني عليه دايما، هو كان بيحط الورق بتاع اللي هو اللي بيفتكر منه الكلام قدامه على اليمين. المرة دي المسرح كان مختلف شوية فحطه على الشمال، فهو أول ما دور على الكلام، هو بيدور بيبص على الكلام، بص على اليمين ما لقوش، فبدأ يدور يمين ويسار. أنا لما شفت المنظر كده حسيت إن هو مش لاقي الورق،
فقلت أعمل شيء أحول بيه الموقف من سهو ونسيان الأستاذ محمد عبده الفنان العربي الفنان الكبير لموقف يعتبر. فدخلت بشكل ارتجالي عشان خاطر أعمل عملية إلهاء للمستمع، إلهاء فني برضو بحاجة بتقسيمة صغيرة شيء بسيط، الناس تسمع حاجة عقبال ما الأستاذ محمد عبده يشوف الورق هنا أو هنا ويبدأ الموقف ينحل. هي شيء ذكاء يعني شوية بتبقى من العازف أو احترافية، إنه يفضل متابع مش بس الورق اللي قدامه، لا يفضل متابع كل